أبنائي مرحبا بكم معي في هذا اللقاء، هذا اللقاء الجميل. سنحكي حكايات التي تحمل العبرة والنصيحة. أنتم كلكم الأسملاح وحلوين مثل التفاح، وحياتكم كلها نجاح، وربي سبحانه عز وجل يعطيكم مفتاح. بالعلم والمعرفة تفوزوا بالنجاح. كان يا مكان في قديم الزمان مجموعة من الحيوانات تعيش في أمان، يحكمهم الأسد هو السلطان. في هذيك الغابة يا وليداتي متفاهمين ومتحابين ومتعاونين، غابتهم يحافظوا عليها، ودائما يا وليداتي يغرسوا أشجار بقربها. غابتهم راهي تكبر تكبر تكبر، ولات غابة شاسعة أشجارها بسيقة يعني طويلة، وتأتيها الطيور من كل مكان وتغرد بأجمل ألحان. في هذيك الغابة يا وليداتي كاين حيوان آخر اللي هو السلحفات. هذا الفقرون فرطاس ما عندوش عرف الراس، يخدم فلاح، يغرس الخضروات من كل نوع، وكذلك عنده بستان من الفواكه. لما تجي الغلة يا وليداتي هو يأكل ويصدق على الفقراء والمساكين. زوجته اللي هي الضفدعة الجرالة، النهار كامل هي قرر قرر قرر. يا وليداتي في يوم من الأيام بابا فكرون الفرطاس أدى قفة تعفول وراح للدار فرحان. أدخل داره يحوس على زوجته الضفدعة. إيه وين راكي؟ وين راكي يا زوجتي؟ هاكي هاكي قولي القفة تاع الفول، الفول هذا طري وبنين. سمعت الضفدعة وقالت له بوه عليك، أنا ما ناكلش الفول، نحب ناكل غير اللونجاس والتفاح. هيا خرج من الدار يا الفرطاس يلي ما عندكش على الفرطاس، هيا خرج خرج بوه عليا ناكل الفول أنايا. حوزته من الدار. بابا فكرون تفاجأ بهذا الكلام وراح مسكين يبكي تحت الشجرة. يا ربي ساتر لي على عملت فيها الخير، أكلت الفواكه الطازجة وكلات الخضروات من كل نوع، واليوم كي جبت لها الفول طردتني من الدار. ما تقتنعش بالشي اللي يعطيه ربي. يا ربي مسكين بابا فكرون راهو يبكي يبكي. في هذيك اللحظة يا وليداتي جاء القطسيسان. القطسيسان يحب بابا فكرون، وبابا فكرون يا وليداتي كذلك يحب القطسيسان. القطسيسان انطق ميو عشان يبكي بابا فكرون. بابا فكرون حيوان طيب وعاقل، ما يحب حتى واحد يتعدى عليه، اللي يتعدى عليه خبشوه بالفرطية. مسكين هو اللي دائما ينظف الغابة تاعنا، ومسكين يصدق على الفقراء والمساكين. مسكين دوك نروح نقول له واش بيك. القطسيسان يا وليداتي راح لعند بابا فكرون وسقساه. لما حكى له وعرف الحقيقة القطسيسان تنوى زعف. ماشي قال له تعملك هكذا، اليوم تقول الفول وغضي فرج ربي، الفول هو نعمة أعطاها لنا ربي ونشكره. شوف يا بابا فكرون ما تبكيش، دوك نروح لعندها ونأدبها، نروح لعندها. القطسيسان يا وليداتي راح عند دار الضفدعة وبدا يعوي. نقول باللغة العربية القط يموء. مياو مياو ماشي قالك تعملي له هكذا؟ مسكين بابا فكرون راهو حزين يبكي بدموع العين، اليوم كلي الفول غدا يفرج ربي، ماشي قالك تعملي له هكذا؟ انت ظالمة ظالمة ظالمة. سمعاته سمعاته خرجت لعنده قالت له على بالي بعثك بابا فكرون، ما تدخلش روحك يا الفنيان يا صياد الفيران، هيا امشي امشي منا امشي. حوزاته القطسيسان يا وليداتي زعف زعف بزاف، وما راح لعند بابا فكرون اللي قاعد يستناك اش خبر يفرح. بابا فكرون مسكين راهو يبكي وحزين. في هذيك اللحظه تعرفوا شكون جا؟ جا الحمار. الحمار يحب بابا فكرون، وبابا فكرون كذلك يحب الحمار. انطق الحمار يحدث في نفسه علاش راه يبكي بابا فكرون؟ بابا فكرون حيوان عاقل وطيب نحبوه، نحب حتى واحد يتعدى عليه، اللي يتعدى عليه نضربه برجليه.
ذوك نروح لعندو ونسقسيه. نعم نسقسيه. مسكين مشاق عليه بيعملوا له هكذا. مشاق عليه. راح لعندو وسقساه لما عرف الحقيقه باللي الضيف دعا ما اقتلعتش بالفول اللي جابوا لها. ها اسعاف مشاق عليها تعمل لك هكذا. اليوم تاكل الفول غدي فرج ربي. الفول هو كذلك نعمه، الحمد ربي سبحانه اللي عطانا هذا النعم. نروح لعندها ونأدبها. مشاق عليها، مشاق عليها تعمل لك هكذا. انت حيوان عقل وطيب. ها نروح لعندها. الحمار يا وليداتي راح لعند دار الفداعة وبدا ينهق. نقول باللغة العربية الحمار ينهق. مشاق عليها تعمل له هكذا. انت ظالمة، اليوم كل الفول غدي فرج ربي. الفول هو كذلك نعمة، مسكين بابا فكرون راهو حزين يبكي بدموع العين. ماشي عقلك تعملي له هكذا؟ ماشي عق عليك، ماشي عق عليك. سمعته جات خرجت لعنده قالت له على بالي بعثك بابا فكرون، ما تدخلش روحك يا الحمال، يمشي يمشي. حوزاته الحمار زعف وما راح لعند بابا فكرون اللي قاعد يستناك. اش خبر يفرح بابا فكرون مسكين راهو دائما يبكي يا وليداتي وحزين. من بعد تعرفوا شكون جا؟ جا الاسد ملك الغابه. اخزر في بابا فكرون بقى يبكي. علاش راه يبكي بابا فكرون؟ بابا فكرون حيوان عاقل وطيب، انا حتى واحد يتعدى عليه ظلموه. احنا حيوانات شرسه ومفترسه، رجعنا الشبه حيوانات اليفه، نتعاونوا بعضنا. نروح لعندو ونسقسيه. السبع ملك الغابه راح لعند بابا فكرون وسقساه. لما عرف الحقيقه زعف ماشي قاليه تعمل لك هكذا. اليوم تاكل الفول غدي فرج ربي. نروح لعندها ونأدبها. نروح لعندها ونأدبها. انت حيوان عاقل وطيب، ها ماشي قاليه تعمل لك هكذا. ماشي قاليها. الاسد زعف وراح يمشي في وسط الغابه والحيوانات كاع يبعدوا من الطريق، يبعدوا. والسبع راهو يجري وصل قدام دار الفداعة وبدا يزأر. نقول باللغة العربية الأسد يزأر. اخرج يا ظالمة، باش خالك تعملي له هكذا؟ اليوم كلي فول غدي فرج ربي. انت ظالمة نكرت الخير. تعملي له هكذا مسكين راهو حزين يبكي بدموع عين. اخرجي يا ظالمة ولا ادخل لك. اخرجي يا ظالمة. الضيف دعا يا وليداتي تعرفوا خافت وخرجت لعند السبع. مرحبا بك يا سيدي السبع، مرحبا. امشي قدامي وطلبي منه السماح. انت ظالمه، ظلمتيه بغير حق. اليوم كلي فول وغدو يفرج ربي. الفول هو كذلك نعمه اعطاها لنا ربي، نشكره على هذه النعم. امشي قدامي وطلبي منه السماح. الضيف دعا خافت يا وليداتي، بدات تمشي في الغابه وتنقز تنقز تنقز، والحيوانات يخزروا فيها ويضحكوا عليها، يضحكوا على العار اللي عملته. دارت حاجة ماشي مليحة. بابا فكرون يا وليداتي شافها من بعيد فرح، والسبع من وراها انطق يحدث في نفسه. بارك الله فيك يا سيد السبع، بارك الله فيك، رجعت الصلح بيني وبين زوجتي، بارك الله فيك. وصلت لعنده وقالت له اسمح لي يا زوجي العزيز، اسمح لي، ظلمتك بغير حق، كان لازم عليا ناكل فول يوم غدا فرج ربي. اسمح لي يا زوجي العزيز، اسمح لي. اخزر فيها بابا فكرون وقالها الله يسمح، والله يسمح يا زوجتي، الله يسمح، لكن علينا الا نخطا في حق الاخرين، الله يسمح. وراحوا متراضيين متعنقين. ومن هذاك النهار يا ولادي الضيف دعا ولدت تقتلع بالشيء اللي عطيها ربي. كملت الحكايه ومازال كثير معايا، نتلاقاو ونتحاكاو بحكايه الكنز المكنوز وحنا جالسين يا ولادي على زربيه مزينه بالطرز المطروز. وغدوه ان شاء الله نحكيو حكايه اخرى مليحه. بارك الله فيكم يا ولادي، راكم فرحتوني.